خير استاذ، اليوم عندنا هيستوري اوف دراما، تاريخ للدراما، فيرست ستيج، المرحلة الأولى. أنا عندي تعريفي للدراما، واحنا دخلنا تعريفي للدراما، هو فن. ايه هو هذا اللي اخذناه من ساعة قلت لكم، هو تعريف هذا هو فن او شكل فني، والذي من خلاله القصة تتعامل مع الصراعات البشرية التي يتم تمثيلها على المسرح. إذا art هو فن in which story dealing with human conflict is acted out on stage. ثواني شباب. formal letter المسرح الرسمي. المسرح الرسمي شنو يابا؟ هذا المسرح الرسمي، الممثلين يتبعون سكريبت. السكريبت هذا يعني نص مكتوب، نص مكتوب. هذا المسرح الرسمي لصحول المسرح المدرسي. يعني شلون؟ يعني انه الممثل ما يحكي من عنده. شلون؟ type of theater يعني ده نعتبرهم. ايه هذا الاول، هو اوكي قلت لكم هذا كاتب طالب، مو يعني ما مرتبه. وعندنا informal theater، المسرح الغير رسمي، هذا ان الممثلين rely شلون يرتجلون on their imagination، من مخيلتهم. يعني شلون؟ يعني انا اجي للممثل اقول له اريدك تسوي لي حركة، اقول لك راح تطب على ذول الجماعة وتتصرف بعصبية. هنا الممثل الشك شقرة من قلبه عادي، كله مقبول. لكن اكو مسرح ثاني يقول له لا، مو تقرأ من قلبك، هذا النص تمشي عليه بالضبط. خوش حكي. ريلاي يرتجلونه او يعتمدونه. زين، بس هنا لها مصطلحات. مثلا المسرح الرسمي يصيحوا له سكول بلايز، مسرح مدرسي. زين، هذا المسرح المدرسي. اما الانفورمال يصيحوا له ميمز. ميمز معناها صامت. المسرح ميمز صامت. خوش، ميمز معناها صامت. نجي على الجريك ثياتر، المسرح الاغريقي. المسرح الاغريقي يقول بدأ از ريليجوس، بدأ كمسرح ديني. كانوا يسوونه سيلبريت للاحتفالات الدينية اسوسييتد التي تشارك بالعبادة اوف دينيسوس. دينيسوس اعتقد هو احد الالهة الرومان. Yes. زين، جاد والاله، اله الخمر او اله النبيذ الى اخره، واله الخصوبة ما كاتب لكم اياها، ما اعرف ليش. Yes, زين، charity. ولحد الآن كل الطوائف الدينية حتى المسيح يعيدون إحيائها على شكل مسرحيات. شلون إجا المسيح، شلون قتلوه، شلون صلبوه، شلون إحنا عندنا التشابيه مال الإمام الحسين عليه السلام. هاي كلها يصيحوا لها هي بدأت بدايات دينية. زين، يقول فيستيفال، هاي البدايات الدينية فيستيفال احتفالها ليتست 6 أو 7 5 أو 6 أيام. شلون؟ يعني إنه هذا المسرح كل سنة يقام لمدة 5 أو 6 أيام من التمثيل المستمر. أوكي، بعد إحنا هماتن إحنا عندنا 10 أيام من التمثيل المستمر اللي هي بداية المحرم. زين، يقول ونشأ سنة 534 قبل الميلاد، ظهور أول كونتست، ظهور أول نص. يعني لما اتبعوا التاريخ مالتها لقوا أقدم نص هو 534 قبل الميلاد. زين، عندنا الكلمة ثبسين، ثسبين. ما بصراحة ما أعرف كلمة ثسبين، أول مرة أشوفها تبون الصراحة. الأستاذ يقصد بيها إنه الثياتر جاية من كلمة لا، تسبين.
لا لا نفس انا اعرف منين التمثيل. اجت، اعرف منين اجت، بس هي ايه كلمة ثسبن اعتقد هي اصلا هي اغريقية مو كلمة انجليزية. كلمة ثسبن كام فروم كامز فروم، جاءت من اسمها ومعناها ممثل. ايه معناها ممثل. زين. Presented تقدم in the amphitheater في مدرجات. إذن هاي مواصفات المسرح الإغريقي. بدأ بداية دينية. واحد يستمر من 5 إلى 6 أيام. اثنين أول ظهور لأول نص هو 534 first contest. زين. هنا من مواصفاتها كانوا عندهم ثسبين. ثسبين ممثل، اي ثسبين ممثل معناها اكثر. وبرزنتد يتم تأديتها في مدرجات. خوش. هذا المسرح الاغريقي. بعدين تطور المسرح الاغريقي، قام شو يسوون؟ قام يجيبون به مصارعين ويقاتلون ويقتلون الى اخره. هذا جريك امفيثياتر افسوس. المسرح الاغريقي هذا شكله. زين نجي إن من principles of Greek drama، مبادئ المسرح الإغريقي. يقول المسرح الإغريقي عيبي مبادئ. أوكي تعالوا نشوف شنو هاي المبادئ غير أكود رأي. نعم أولا كاثاسيز. كاثاسيز معناه تنفيس. شنو التنفيس؟ release emotion اطلاق المشاعر في الجمهور. دورات اكو افلام اجنبيه الممثل من يمثل حتى كاتبين علينا لقد نسوا انهم يمثلون. اعتقد انه هذا اي، فهنا الممثل يبدع يتلبس جدا بالشخصيه ويصير عنده تنفس، يعني يتنفس وان كنما صدق يلعب هذا الدور. زين وراها عندنا المين كاركتر، الشخصية الأساسية. هاي الشخصية الأساسية تكون نوبل بيرث، بولادة نبيلة. يعني شنو ولادة نبيلة؟ يعني هو كون من الله خلقه، يعني هو حباب ويطلعوا لكم يا شونص، يعني كلش توب قبل ما مسوي له مشاكل. عندنا المين كاركتر سفر، ويكون من مواصفاتها انه يجب ان يعاني سفر fall from grace، يعاني من سقوطه، سقوط يعني السقوط برشاقة إلى آخره. زين ويجب الكتابة، من مواصفاتها يجب الكتابة تكون poetic language. يعني شنو يعني poetic language؟ يعني الكتابة لازم تكون بلغة شعرية. شلون لغة شعرية؟ شايفين بعض حلقات مرايا الياسر العظمى. ياسر العظمى عنده حلقات تكون كتابتها، يعني هو حتى الحوار يكون بنمط شعري. عيفكم من هاي. شايفين مسلسلات محمد رمضان مثل الأسطورة؟ ها دورات بالعركة يقرأ شعر. اللي عايز ما ادري شلون يجيبها بطريقة شعرية. هاي يستعملوها جماعة العصابات. زين فهنا يجب أن تكون الكتابة بطريقة شعرية. زين عندنا شكسبير فلا اتبع كل هذه المبادئ. هاي هيك، هاي مجرد معلومة. يقول شكسبير في كتاباته اتبع كل هذه المبادئ. شنو هي المبادئ؟ أولا هي يجب أن يكون فيها متنفس للمشاعر، وأن أن الشخصية نوبل. الأساسية يجب أن تكون نوبل، والشخصية الأساسية يجب أن تعاني. مثلا روميو وجولييت الأخير ماتوا، عانوا وماتوا، وبعدين وتكتب في لغة شعرية. يعني كل المسلسلات أو كل مسرحيات ويليام شكسبير تلقى البطل يعاني. هاملت ويليام أو تاجر البندقية أعتقد ويليام شكسبير، لو لا عفوا Merchant of Venice. هو أي ها بالضبط. اي صح، ميرشنت اوف فينس. الكاتب يعاني جدا يعاني، واغلب المسلسلات يقول البطل لازم يموت بالاخير.
يعني اي هسه مثل براد بيت مثلا وكيلي. مثلا هسه امير، انت هم تقتل روحك على مود بنية تحبها؟ والله انا ست استبرق كتلتني اليوم، ها؟ ست استبرق كتلتني اليوم. تاب نعم، أكيليس ترى هنا انا ما مخلي لي فيلم ما شايفه، كل الافلام شايفها ثاني. وحافظهن. وعندي شغله، اذا اشوف الفيلم بعد ما انساه ابد، يعني هسه اذا تحكين اي لقطه من اي فيلم اقول لك هذا الفيلم كذا. نجي هنا، نجي المان كاركترستيك اوف تراجيك هيرو، يعني شنو؟ يعني مميزات البطل الحزين. يقول بالنسبة لسقراط، سقراط كان عنده أرسطو أرسطوطل، آسف صح، بالنسبة لأرسطو لازم يوجوالي يجب أن يكون من عائلة نبيلة، خوش، ويجب أن يكون شنو هذا؟ هامارتيا، هامارشيا يقولون عليهم، هامارشيا أو هامارتيا، هامارتيا هو التراجيك لا، عيب مأساوي. هذا العيب المأساوي eventually بالنهاية يقود إلى downfall، إلى سقوطه. يعني البطل لازم يصير به عيب. شنو العيب؟ عيب اجتماعي أو عيب خلقي الذي يؤدي إلى انهياره. Often this lead to the mistake. ها، ويجب أن يكون هذا العيب هو خطأ بالحكم. يعني شنو خطأ بالحكم؟ يعني الناس يظنون بيه ظن سيء فتصير بيه أزمة، وهاي الأزمة بعدين يؤدي إلى سقوطه. سامعين قصة شو اسمه كريمزن لتر، العلامة القرمزية؟ ما سامعين بها. هاي العلامة القرمزية إنه امرأة متزوجة، تزوجت ليوم واحد لكن مات زوجها في ثاني يوم، لما عادت إلى أهلها كانت حامل. الناس ظنوا بها ظن سوء وخلوا عليها علامة، علامة الكريمزن لتر. فش صارت علامة قرمزية؟ إلا أنها ارتكبت المعصية. يا بقى أنا تزوجت وزوجي مات، قالوا لها هاي هي بعد هاي الحكم عليك. فهاي النوعية يصيحوا لها تراجيك فلو. تراجيك فلو هو مستيك جاد ان جادجمنت، لازم تعرفون هاي الشغله. اوكي زين، النوع الثاني اللي هو بريبرتيا، بري بيتيا، بريبيتيا، بريبيتيا شنو هذا؟ ما شو هذني اغريقيات ترى هاي الكلام، يعني ما تلقون ترجمته. ريفيرسر اوف فورتشن، هو انعكاس ثورة. ثورة. شنو يا ابن انعكاس ثورة؟ يعني انعكاس ثورة أيضا سببها عيب ما، بس هذا العيب ليس خطأ في حكم الناس، وإنما مو نقول خطأ في القدر، نقول هو تأثر بالفيت، بالقدر. قدر يعني شلون؟ يعني الله قاسم عليك تعيش بهاي العيشة. about the hero is often ها يتأثر بالقدر. زين، إذا هسه اكو نوعين، اكو نوع يتأثر بحكم الناس واكو النوع الثاني الذي يتأثر بحكم القدر. طيب اكو نوع ثالث؟ نعم. شنو هذا النوع الثالث؟ النوع الثالث، لا اسف، الرابع. الرابع اكشن افعاله، دورات هو يسوي له شغله مو زينه او مو متقصد. his action result نتيجه increase زياده، زياده بمن يا ده؟ يقول هي زياده self awareness and self knowledge، زياده في الوعي ومعرفه الذات. ها، يقول دوراتك واحد افعاله، يعني يجوز هو كل شيء يفتهم وهاي افعاله ترجع بالعكس عليه. يعني شلون؟ يعني مثلا هسه اذا تشوفون على سبيل المثال ذولا مثلا ابو احمد الوائلي او علي ابو علي الشيباني، هسه اطلع واكفر قلهم يابا، قلهم ذولا يحشون غلط
تلقى ألف واحد يحكي عليك أنت شلون تكفرهم، أو مثلا تاج راسك من الأحزاب إذا تقول فلان فاسد. يا أبويا يابا، مو أنا حكيت، أنا عندي وعي وحكيت. أنت لا، يقول لك خلاص، لا أنت لو ذيل، لو أنت جوكري، لو، وظل يحكي عليك. إذا هاي أفعاله هي زيادة في الوعي، زيادة في وعي الذات. يقول على الرغم انه لا يختار هذا الشيء، يعني هو ما قصد يسويه. عندنا الاودينس ماست فيل بيتي، الجمهور قد يشعرون بالتعاطف او الشفقه او الخوف على الشخصيه. شايفين افلام الرعب لما يجي واحد يريد يقتلها انت من يمك، هذه الراق دير راق دير راق. المهم نجي هنا، المهم هاي الصفحة هو اللي هنا، هي هاي آخر صفحة، ليش هاي البقية؟ هي اللي هنا طلبت، بس احنا ما متأكدين، هي قالت فقط الجريك ثياتر. خلص اذا هاي شرحناها. طيب انا هسه الاستاذ مالتكم واريد اسوي لكم اسئله. اول شيء تحفظون هذا العنوان، بس مجرد اخلي قدامه وات ار، وات، اوكي، وات ار، ما هي الكاركترستيك اوف تراجيك هيرو، فتعددوها مجرد تعداد. اما ركزوا لي على رقم 2 ورقم 3، هذين يجيبوهن على شكل تعاريف. مثلا اريد اقول لكم وات از هاماشيا، هاماشيا او هامارتيا، ما اصير هاماشيا، هاماشيا. فانت لازم تعرف لي اياها تراجيك فلو ذات ايفنتشوالي ليد تو هيز داون فول ميستيك ان جادجمنت اوفن ذيس ليد الى اخره. فهذا لازم تعرفه. اكو واحد فاتح مايك و يعني الصدى مو حلو قاعد يوصل. منو هذا؟ شرد. اوكي، كان مخصص لكم ساعة ونص عبالي نقراها كلها. اوكي هسه من عنده سؤال، ما اسمع صوتك، صوتك بعيد بعد، مو بس هذا. عندنا اثر بكتاب الادب، وين بالضبط؟ قولوا لي وانا اشرح لكم اياها. صفحة 67، بنفس الملزمة؟ لا بالكتاب. كتاب؟ ما عندي الكتاب انا. ليش ما عندك؟ ثواني ثواني امير. كتاب. ها؟ عن تايبس، انواع. شنو هاي انواع؟ خلينا نشوف لكم المفيد. هسه حاليا شبابنا الطيبين يردون ملخص هاي القطعه، المقطع البروجريس اي دونت مين اكستنشن الى اخره. تعال نسوي لكم ملخص عليها. شنو الملخص عليها؟ نسجل لكم اياها تسجيل. Education has shifted from pursuit of wisdom to a means of getting ahead in society. Individuals, nations and classes seek education for technical proficiency and to compete with others. نشوف اكو عندنا غلط. من دقيقة شوي قام يسجل، يا رب يسجل. اوكي education، هاي لا هاي حكينا غلط. of wisdom of wisdom it's mean to getting ahead society individual. هنا نقطة لازم. individual فارزة، nation classes seek educational seek for educational، حتى من المعنى يصير مضبوط، for educational لا هاي ما يصير هنا proficiency and to compete with other. طيب هسه نجي ورا ما كملنا وضبطناكم، اخذوا لها سكرين شباب عشان هالراحة. اوكي
دقيقة راحة. ايه شباب، اخذلها سكرين حتى نشرح لكم اياها. هنا الشيء يقول، يقول التعليم تحول من السعي من الحكمة إلى وسيلة للتقدم في المجتمع. بمعنى أن التعليم قبل كان يعلمون الناس الحكمة، تلقاهم حكماء يحاولون يصلحون الناس، ولكن الآن قد تحول علما إلى شلون عملية تطوير المجتمع، تخليه يتطور، تخليه شلون يسولف، تخليه إلى آخره. أما الأفراد، علما هذا التطور، أفراد والأمم وكل فئات المجتمع يجب عليها أن تحصل على جانب من هذا التعليم الكفؤ. من أجل شنو؟ من أجل المنافسة مع الآخرين. إذن غاية التعليم حاليا انتقلت من أن يكون تعليما حكيما، أنا كمش الواحد أعلم على مود يصير عنده حكمة، هسه حاليا إذا اللي شايف بيكم بالحوزة العلمية يعلمون الناس أن يكونون حكماء، ما يعلموهم أنه لازم تعال اتطور حتى تنافس الآخرين. أما بالمدارس الحكومية لا، يعلمون الطالب شلون يتقدم ويتحكم. هاي لخصت لكم إياها، وآسف ما قدرت أسوي 3 أسطر، لأن خلاص هي هاي بعد هاي على مود يصير المعنى مضبوط. بعد غير هاي خدتوا لها سكرين؟ بس شو اسمه تتسجل هاي المحاضرة أكيد ايه مسجلها؟ شلون؟ لا تمام يعني تتنزل بعد شوي خلال، هو يرادها ربع ساعة ما تحمل على اليوتيوب. استاذ هذا تقدر بس يعني تقراها لي بصوتك حتى يعني نقدر نستمع لهم لازم صوتي حلو. لا استاذ عادي education والله عظيم. education اشهر همات education has shifted from pursuit of wisdom to a means of getting ahead in the society. in society لازم يصير in the society. individuals, nations and classes seek for education proficiency and to compete with others. ها أمير، بعد شكو منا منا يعني الكلاسيكي باختصار كان ما كان، يهتمون مثل لا ما يهتمون بالتطور مثلا، ما يعلمك تعال شلون الزراعة تصير والصناعة يعني أهم شيء حكيم يكون لازم الشخص يعلمك شلون بالزمن تقرأ نفسه. وتكتب وشلون حكيم، شلون تصير عندك حكمة وبلاغة، بس ما يعلمك شلون تزرع وشلون تصنع وشلون تسوي، هاي هاي كلها ما يعلمها. أما المودن، المودن يعني ما به شيء لا، هنا مو يقول يعني تحول يكون صار بي شفت، يعني انقلاب شفتد. مين صناعة شفتد؟ أوكي شفتد من التعلم الحكيم لا، صار عنده شفتد الى تطور. تعال يعلمون الانسان شلون يتطور. شلون هسه حاليا انتم قاعد تتطورون بالجامعة؟ اكو شيء اسمه القديم احسن والهسه احسن حسب المجتمع. اذا المجتمع يحتاج هذا النوع، يعني حاليا في الثورة الصناعية اللي عندنا، اي هسه حاليا احسن من قبل. اما قبل تمام لا، قبل احسن من هسه. يعني انا تمام كامش مجموعة من الناس واعلمهم الصناعة والزراعة وهم البيئة مالتهم ما تحتاجها، ما ترهم. صحيح اوكي اوكي زين عندنا سؤال ثاني إلها، هذا النص ليش وصفي؟ Why this دقيقة، decade descriptive؟ هذا يس هي نفس القطعة، ليش هاي النص هذا وصفي؟ لا هو وصف، يعني شنو يعني ليش يعني هذا؟ تروحون تذكرون التعريف مال الشعر او النثر الوصفي، هو يصف حالة لا هي معينة. تقول هو هذا النص ليش وصفي، احنا المفروض نكتب لها لان وصف حالة التقدم يعني بالكلاسيك وهيك يعني المفروض نكتب لها. نقدر نقول because the text يس is description for something or for the state of education. اوكي بسبب ان النص يصف، هو وصف is a يس description، هو وصف لشيء ما او يس لحالة التعليم،
أو خلينا نكمل. أوكي. In the past and present. أفيدك. أي هو هذا المطلوب يعني، هذا اللي قصدته. أستاذ بس هاي الورقة اللي دزت لك إياها بس شوفها. يا حلا بأمير، وين الورقة اللي دزت لي إياها؟ اي هو هذا، هذا قراته موجود عندي هاي. أي. امير هذا موجود، هذا جوابه هو نفسه يا استاذ. اي اي نفسه. استاذ قول بس في التسجيل تمام ابو حاضر تفضل. طافي شلون طافي التسجيل؟